نفسي أشارك في منتخب فلسطين وأرفع علم كمان فلسطين. أنا رجلي مقطوعة وبلعب كرة قدم وبحب أشارك بلعب القدم وبحب أخذ كؤوس. الرياضة ومن خلال خبرتنا ورؤيتنا لهؤلاء اللاعبين، الرياضة تغير حياتهم، ونهدف من وراء هذه الرياضة أن نغير أيضا وجهة نظر المجتمع، لنقول بأنه هؤلاء بدل من أن تكون النظرة إليهم أشخاص فقدوا أتراكهم مأسوف عليهم، إلا أنهم أشخاص يستطيعون أن يأتوا لبلادهم بجوائز دولية ويستحقون أنه يكونوا أن يجدوا لهم مكان تحت الشمس. بالي بلاس قناة فلسطين الرقمية.